السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض من شريحة 236. الحقيقة الشريحة يعني قوانين مش جديدة، بس هي فيها فكرة جديدة، هي استخدام القوانين. طبعا القوانين دي بالنسبة لنا لديكارت دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وان التلاتة دي حقة المين اللي هو بيعطيني اياها، الميو دي اللي هي حقة الدي، ده يعتبر المنطقة اللي انا بجيب عليها. وقلنا كمان الفكرة ان عندي هنا في حالتين، في حالة الميو السيجما النون يعني غير معلوم، وفي حالة المعلوم. القانون نفس الفكرة، سيجما الميو اكس هي نفسها. القوانين طبعا الشرح بتعيدها اكتر من مرة للتذكر، ولكن الحتة الجديدة هنا ان احنا عايزين نجيب الابر واللور عن طريق الاي 3 او الاي فقط. لو انا هجيب عندي الميو نود والسيجما نود، او الميو صفر والسيجما صفر معلومين، يبقى 3 على جذر ان دي هي الاي. يبقى انا بدل ما اجيب 3 على جذر ان، لو الان عندي غير معلومه، بروح اجيب الاي من الجدول السابق اللي احنا اتكلمنا عنه، واعوض في القانون في حاله اللور والابر. اما الميو نود اللي هو السنتر، ولا بنجمع ولا نطرح. طب لو عن طريق الاي 3 في حاله بقى، الحاله الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي الميو سيجما النون. هنا الميو سيجما نون معلومين، هنا غير معلومين. طب لو غير معلومين بنجيب مين بقى؟ عن طريق الاي 3. يبقى الاكس دبل بار في اي 3 اس بار، والاي دبل بار الاكس بار دبل بار اللي هي متوسط المتوسطات ناقص اي 3 اس بار. هنا عندي الاكس دبل بار والاس بار هم اللي معلومين، ولذلك هجيب الاي 3. هنا اللي عندي معلوم مين؟ الميو والسيجما. اذا الميو والسيجما استخدم هذا القانون، اذا الاكس دبل بار والسيجما بار استخدم هذا القانون. تعالوا نشوف كده مع بعض مثال عليها. طبعا ما زال برضه بتاكد على القوانين، ان احنا سيجما اس بتساوي 1 ناقص سيت اس تربيع 4، سي 4 دي طبعا من الجدول في سيجما اكس بار. دي برضو من القوانين الايه المهمه. الميو نود والسيجما نود نون معلومه. الحاله الثانيه نفس القوانين هي، بس هنا بدل المره الماضيه جبناها عن طريق مين بقى؟ عن طريق الاي. قال لا، ده احنا ممكن نجيبها عن طريق مين؟ عن طريق السي، سي 4. اذا هذه كلها قوانين تقدر نشتغل عليها هنا في حاله ايه؟ لو انا عايز اشتغل على السي 4، بس بشرط ان السيجما صفر والميو صفر تكون هنا لدي. هنا استخدمنا الميو صفر والسيجما صفر، لا في القانون اللي بعده لو انتم مركزين معايا، واستخدم هنا بس سيجما صفر فقط مع السي 4 تديني الابر وايه واللور. في حاله الميو سيجما غير معلومه النون اللي هي الحاله الاولى، برضو نقدر نجيب قانون اخر عن طريق البي 4 والبي 3. هنا عندي الاس بار في 3 جذر 1 ناقص سي اس 4 اللي هو هذا الجذر، انا ممكن استبدله بهذا القانون اس 4 1 زائد 3، هذه القيمه كامله تعتبر هي البي 4. يبقى انا ممكن اقول بي 4 اس اس بار. يبقى اذا هنا الابر بي 4 اس بار، واللور بي 3 اس بار. يبقى لو انا عندي الاس دي اسهل قوانين ليا، اللي هي اضرب البي 4 في اس بار والبي 3 في اس بار تديني الابر لو الحد الاعلى والحد الادنى، اما هنا تعتبر اس بار. لو الاس بار عندي هنا ايه؟ النون عن طريق مين؟ عن طريق الميو اس، يعني البي الميو مش معلومه، معلوم بس اللي هي الاس بار اللي هي تعتبر متوسط المتوسط او متوسطه الانحراف الايه؟ المعياري. اذا في هذه القانون، وهذا اذا ابغى اشتغل على سي 4، وهنا اجيب سي 4 وبي، وممكن اجيب برضه في النهايه هنا اعطاني بي 6 وبي 5 عن طريق بي 6 سيجما وبي 5 سيجما. المهم اول الحاجات الاخيره البسيطه هذه او هذه، هذه بي 6 بي 5، هنا بي 4 بي 3. هنا هضرب في السيجما، هنا هضرب في الاس بار. دو قوانين مختلفه، طبعا القوانين شويه كتير، ولكن زي ما احنا قلنا قبل كده ان عزانا ان هي القوانين قدامي في الورق. هنا مثال اعطاني مين بقى؟ اعطاني الان ب 5، واعطاني كمان العينه الان، اختار منها عينه العينه الكليه 20 سامبل كي اللي هي الكي، واعطاني كمان الانحراف المعياري 5. اذا الانحراف المعياري هنا ايه؟ معلوم. الانحراف هنا المعياري معلوم، وبالتالي يبقى الاكس بار هنا ما دام الانحراف المعياري معلوم، انا مش محتاج بقى الاكس بار والاس، انا هشتغل على طول على الميو نود والسيجما اللي هي الانحراف الايه؟ المعياري. لو انا عايز اجيب اللابر هنا بقى عن طريق السيجما والميو نود. طب امال هنا عن طريق مين؟ السيجما فقط، لان الانحراف المعياري هنا معلوم لدي فقط، اذا هستعمل هذه القانون الاخيره. وهنا بيوضح ان السؤال ده كده انا مش هستعمل القوانين هذه، لان انا عندي السيجما فقط والميو نود 150. ممكن اعوض هنا الميو نود عندي اياها اللي هي ال 150، ممكن اشتغل بهذه القوانين او هذه القوانين. لو انا عايز الابر في حاله الاكس بار، يبقى انا اعوض في القانون ده اللي هي الميو نود 3 على جذر ان في 50. الميو نود عندي 150، وال 3 على جذر ان اللي هي الاي اجيبها من الجدول، والسيجما نود اللي هي عندي ب 5، وطبعا الميو نود اللي هي بتساوي 150. ده في حاله ما استخدم مين؟
الميو اللي هي الابر اكس بار. طب الاور اس بقى بالنسبه للانحراف المعياري بستخدم قانون ب6 وب5 اللي هو موجود عندي في الصفحه السابقه اللي هو ده ب6 وبي ايه وبي 5. يبقى انا استخدمت هذه القوانين. طبعا تعويض مباشر في القانون ب6 من الجدول وسيجما نود اللي هي عندي ب5، مرة اضرب واجيب ب5 من الجدول واضربها في السيجما ب5 هتبقى بصفر، فعشان كده هنا اللور الابر هيبقى بايه بصفر. هي دي ال، دي في هنا خطأ مطبعي بسيط ان اللي تحت دي ال وليست يو، هنا ال سي ال. زي ما احنا شايفين مثال بسيط جدا وفكرته سهل. طبعا الرسم يعني للتوضيح زي ما قلنا قبل كده، واوضح هنا اللور وهنا الابر وهنا النقطه في النص، يعني شايف الرسومات كلها عمليه توضيحيه ملهاش اي معنى. هنا بدا يوضح لي، اعطاني طبعا هنا برضو نفس المعلومات جديده، هنا الاكس بار وهنا الميو ار. الميو ار دي اللي هي تعتبر تايم في المدى، المدى بتاعي في التايم. عندي هنا عايز الميو اكس، الميو اكس اللي هي الاكس بار. طب ما الاكس بار هنا موجود. طب عايز سيجما الام ار على الدي 2 في ان اللي عند الان ب2، الدي 2 طبعا هنجيبها من الجدول والام ار جاهزه عندي، اقسم يطلع لي سيجما اكس بار. طب ميو ام ار اللي هي الام ار نفسها، الميو ام ار اللي هي ام ار. طب سيجما ام ار اللي هي الدي 3 في سيجما اكس. طب فين سيجما اكس اللي انا جبتها قبل كده، والدي 3 بجيبها من الجدول اضربهم يطلع معايا الناتج على طول ايه مباشره. طبعا لو انا عندي الداتا، طبعا في الاختبار ممكن ما يجيبليش كل المعلومات دي، انا يجيب لي بس المعلومتين دول فقط الاكس بار والام ار بار. اذا عندي هذول الاثنين اقدر اطلب اي واحده من الاربعه دول، مفيش ادنى ايه مشكله. هنا بنفس الفكره عايزين الابر واللور. عندي القانون هنا الميو اكس 3 في سيجما اكس بار، او ان انا في حاله الان بواحد اقدر اجيب الحاله الخاصه اللي قلت لكم عليها قبل كده اللي هي 296 في الام ار الاكس بار، وده مهم القانون ده. دي تعتبر هنا الان بايه لان بواحد، انا قلت القانون ده القاعده تحفظها في الفيديو السابق. لو الان بواحد 266 مره موجب ومره سالب دي ثابته 2.66 عند ان بتساوي ايه بتساوي 1، عوض في القانون هذا افضل من القانون الاولى. يبقى انا هعوض في القانون الاخير اكس بار زائد 266 في الام ار، اكس بار عندك والام ار عندك. لو رجعنا كده هذه اكس بار وهذه الام ار بار، الاثنين دول عندي اقدر اجيب الابر واللور بسهوله عن طريق هذين الايه القانونين. هو بيقول لي انا اقدر اجيب عن طريق الام ار اللي هي الدي 4 في الام ار، دي 4 في الام ار، وهنا الدي 3 في الام ار ايضا. ده لو عايز الابر وعايز الايه اللور، دي 4 وفي الام ار دي في حاله بقى ايه الان ب2، هنا في حاله الان ب1، يبقى هنا في حاله الان ب2. طبعا لازم يحدد لي في الاختبار هل الان ب1 ولا 2. يبقى اذا لو الان ب1 هعوض في هذا القانون الاول، لو الان ب2 لازم اشتغل على الدي 4 والدي ايه والدي 3. طبعا هنا بيذكرني في حاله الان 1 هذا هو القانون، اما هنا في حاله الان 2 طلع معايا الناتج هذا الشكل. هنا عندي ران تيست بيقول سترينج اوف كنترول شارت. طبعا الكلام النظري هنا مقدمه بيقول لي لو انت عندك عايز تجري بعض الاختبار على الدرجات ولازم يكون عندك معلوم الاكس بار والجريدنت وبعض المعلومات سمول سفينج اوف ذا بروسيس. ران تيست كان بي يوزد تو اشيك اوف كنترول كارت اوف ان ايكوال بارتيشن از موست ليكلي يوز كيوزد اوف ذا سيم. هو هنا بملخص بيقول لي ان احنا لازم عشان نعمل ناخد اي قرار بالنسبه للمهندس الصناعي لازم يكون عندي المعلومات السابقه اللي احنا اتكلمنا عنها، واقدر عن طريق الجدول بتاعي اللي هي الاي والبي والسي اقدر اجيب كل القرارات. يعني مجرد دردشه في الجزء ده. بول ران تيست اوف ذا ديزيشن رولز جنرالي زيروز 8 ران تيست. عندي هنا يعتبر موضح هنا في كده اربع حالات رسم. انا مش عارف يعني هل الرسم هيجيب لك يجيب الرسمه ويقول انا عايز معناها 6 بوينت اون ذا روز سيتي. يعني هنا بيوضح ان مثلا عندي في الرسمه هنا 1 2 3 4 5 6 نقاط. نلاحظ ان هنا في 3 واخدين كيرف وهنا في كيرف، هنا دي كلها تعتبر سلسله واحده، هنا تعتبر سلسلتين بس هنا في تزايد وتناقص، هنا في تذبذب بنسبه كبيره بين اللور والاي والابر. يعني كلها عمليات توضيحيه بيوضح لي بين العلاقه بين اللور والابر. طبعا لاحظ هنا ان في جزء لور وجزء ابر، هنا تعتبر نقطه الايه نقطه السنتر. نفس الكلام اللي هو الـ الاعلى والادنى. في عندي مجموعه من الحالات في الرسم البياني كله اعتقد رسومات توضيحيه. حتى هنا في برضو اربع حالات تانية بهذا الشكل. عندي هنا وزر كنترول شارت اوف ذا فاريبل، هنخلي ده ان شاء الله نوقف عند الشريحه 45 ونكمل المره الجايه ان شاء الله.